طيب مشاهدينا، نستكمل ملفاتنا ومواضيعنا ونمر الآن إلى موسم حج 2019، أين يعد المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحدة في مكة المكرمة أحد أهم المرافق التي تسهر على السيرورة والتنظيم الحسن لموسم الحج من خلال الخدمات الإنسانية وكذا الأمنية التي يقدمها المركز، وهذا بالاعتماد على إمكاناته المادية المتطورة وكذا عناصره البشرية التي تتميز بالكفاءة والمهنية. نتابع تفاصيل هذا التقرير مع موفد قناة النهار إلى البقاع المقدسة ياسر العرابي. نتابع. في هذا الصرح بمنطقة مكة المكرمة يتواجد مركز العمليات الأمنية الموحدة 911، وهو مركز خدمي إنساني ثم أمني. يعمل المركز على تقديم خدمة الطوارئ بدءا باستقبال البلاغات والمكالمات التي لا يستغرق الرد عليها ثانيتين من الزمن، ويستقبل المركز أكثر من 45 اتصال. أما في أوقات الذروة كموسم الحج ورمضان فيصل عدد المكالمات إلى 75,000 مكالمة يوميا. الحج الماضي وصلنا إلى 75,000 اتصال في اليوم. The last حج سيزن we received almost 75,000 calls per one day. هذا لا يعني انها كلها جرائم او مشاكل. Some of them needs just help or they need only an ambulance or something like that. الغالبيه العظمى كلها خدمات انسانيه. يضم المركز التابع للأمن السعودي تحت قيادة وزارة الداخلية أيضاً مركز القيادة والسيطرة لأمن الحج، والذي يقدم خدمات أمنية وإنسانية معتمداً في ذلك على أحدث التقنيات التي يتوفر عليها والتي يستخدمها في تنسيق الجهود الأمنية وتوجيه قياداته الميدانية، إضافة إلى التنبؤ بأي وضع طارئ ووضع السيناريو المناسب لمواجهته. ويحتوي المركز على عدة أقسام، منها قسم المراقبة التلفزيونية وقسم مسرح العمليات. لدينا أنظمة متقدمة. We have a very developed an advanced system. نستطيع معرفة موقع المتصل. We can locate the caller location. ونستطيع معرفة أقرب دورية له. And we can also know the nearest police to his location. وإذا كان الطريق مزدحم نستطيع الدورية الأخرى. And also we can send the other police if the road was if there is a traffic in the road. أيضا هنا تقييم سرعة الاستجابة. يعمل في المركز الذي يضع شعار تأمين الحجاج والوافدين لمنطقة مكة المكرمة أفراد وضباط أمن يمتازون بقدرات واحترافية عالية اكتسبوها من خلال التعامل مع ملايين الحجاج لسنوات. يدير المركز عملياته من خلال 47 غرفة عمليات و15 ألف كاميرا تغطي منطقة مكة المكرمة، بينها 6,000 كاميرا مخصصة للمشاعر المقدسة ليحل حجاج بيت الله الحرام والسكينة والطمأنينة تحيط بهم.